الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. من الأمور التي حثت عليها الشريعة وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله عز وجل وامتثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وربى عليها الصحابة، النصح والتوجيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. بل جاء في حديث جرير رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن أبايعه على الإسلام، فقلت: يا رسول الله جئتك أبايعك على الإسلام. قال جرير: فاشترط علي والنصح لكل مسلم. لاحظ، مع جاي بايع على الإسلام قال في شرط والنصح لكل مسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أهمية النصح في صلاح الأفراد، صلاح المجتمعات، صلاح الدول، صلاح الأمم. أحيانا الإنسان والله العظيم ما يعرف عيبه ولا يعرف خطأه، لأن غالب الناس دائما يحسنون الظن بأنفسهم، يعني دائما أنا تصوراتي، تحليلاتي، أفعالي، أقوالي أشوفها صح، لكن عيني وشهادتي لنفسي مجروحة، لكن عين الآخرين غير. الإنسان المتجرد يطالعك ويعرف أخطائك ويعرف زلتك ويعرف الكلمة هذه يفترض ما تنقال، ويفترض تقول كذي، يفترض هذا الفعل ما تفعله، ويفترض تفعل هذا الفعل. قد يكون فيك طبع أنت غافل عن سوء هذا الطبع، مو فاطن أن فيك هذا الخلق السيء، لكن لابد غيرك ينبهك. فالشريعة الإسلامية شجعت على النصح، شجعت على التوجيه. قال المولى جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظ، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لعظم وأثر النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الناس. وقال الله عز وجل ذاما ما حصل من بني إسرائيل، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر فعلوا، لاحظ ذمهم الله، قال لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا لابد إحنا نحيي في ثقافتنا وأخلاقنا وطبايعنا النصح. هذا النصح لابد من أمرين اثنين: لابد صدق الناصح وسعة صدر المنصوح.
لابد الناصح اللي يبي ينصح ما ينصح بقصد التصيد وتتبع الزلات وتصغير الآخرين والغرام في النقد، ولابد الطرف الآخر المنصوح يكون عنده سعة صدر لا يتحسس وتضايق وتكدر ويبحث لنفسه الأعذار والمبررات. لازم هالاثنين، الأول سبحان الله له أثر في الثاني، يعني نية الناصح وصدقه له أثر في تقبل المنصوح. سبحان الله، هذا شيء مع أن هذا أمر غيبي، يعني المنصوح ما يدري نية الناصح. أنا ما أدري، واحد نصحني وجهني قال والله فلان أشوف فيك الطبع الفلاني شين، ولا الموقف الفلاني ما وفقت فيه، ولا كان يفترض تفعل أو لا تفعل، أنا ما أعرف نيته، أنا لي الظاهر. لكن سبحان الله أحيانا النية إذا كانت صادقة والرجل فعلا يبي لك الخير، سبحان الله تجد المنصوح يتقبل، بعكس النية الخبيثة السيئة. إذا كان هذا الناصح لا يبي ينزل من قدرك ويبي يحرجك ويبي يصيد عليك، سبحان الله ينعكس هذا، أنا بدون شعور أجد في نفسي انقباضا من كلامه. وكذلك في الحال في المنصوح، نقول للناصح لا يمنعك حبك لشخص أو معرفتك قدره أنك تنصحه، مع مراعاة الأساليب الشرعية المناسبة الحكيمة التي ينبغي أن تراعيها عند نصيحتك، لكن لا يمنعك مكانة شخص أنك تقدم له نصيحة. فاصل يسير ونواصل. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا. الحمد لله. عودا على بدء، أبو ذر وما أدراك من هو أبو ذر، له ما له من الشرف والفضل والمكانة والقدح المعلى والقدر العالي. قال صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أضلت الخضراء أي السماء، ولا أقلت الغبراء أي الأرض، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. شوف الثناء، يعني ما بين السماء والأرض لسان أصدق من أبي ذر. مع ذلك، مع هذا الثناء العظيم العطر الذي الإنسان يستعد يبذل عمره عشان ينال هذا الشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة قال: يا رسول الله اجعلني أميرا. طلب يعني يكون أمير على أحد الأماكن. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ما منعه صلى الله عليه وسلم حبه لأبي ذر ومكانة أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أبو ذر وصلاحه، هذه الإمارة، هذه المسؤولية بحاجة إلى مواصفات ليست متعلقة بقيامك ولا كثرة صدقتك ولا صلاتك، تبي مواصفات، تبي قوة، تبي حزم، قدرة على المحاسبة والمؤاخذة، تبي فطنة، تبي أمور، مواصفات المدير القيادي الوزير الأمير، هذه بعض هذه المواصفات ما هي فيك يا أبو ذر. وأنا من باب الحب النصيحة أوجهك حتى لا تندم يوم القيامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها. إذن أنت لا يمنعك حبك لشخص، علو قدره مكانته، إنك أنت تنصحه، ويزداد الأمر تأكيدا عليك، تأكيدا إذا كان هو اللي طالب النصيحة. أحيانا بعض الناس
شخص يطلب منه نصيحة أو توجيه في أي شيء، أي أمر اجتماعي أسري ديني سياسي اقتصادي، بعض الناس عنده سياسة معينة يقول والله أنا أجي على هوا، هو شنو مشتهي؟ والله مش ودك تشتري؟ لا والله اشتري زين، بالعكس خوش قرار. لا، قال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، أنا بيني وبين نفسي أعرف أن الأفضل أن لا تفعل، إذن ينبغي علي ديانة أن أقول لك لا تفعل، ما أجي على هواك وخاطرك ومشتهاك، لا لا لا. بعض الناس يقول قد يزعل، خلي يزعل، أنت سألتني أنا لازم أكون أمين في النصيحة، فقد خانه من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، سماه صلى الله عليه وسلم هذه خيانة، أنك تنصح غيرك أو توجه غيرك أو توافق غيرك على أمر تعرف أن الرشد في غيره، هذه خيانة. لا تلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت خائن. ليست الخيانة فقط خيانة المال، أيضا خيانة، خيانة النصيحة، خيانة التوجيه. فلا بد تنتشر هذه الثقافة عندنا، ثقافة النصح وقبول النصيحة، أنك تنصح من تعرف ومن لا تعرف، انصح، لا تقول والله هذا شكله ما راح يقبل النصيحة، والله أنا ماني مرتاح له، لا لا انصح، خاصة إذا كانت النصيحة لبقة مهذبة راعيت فيها الآداب الشرعية والأساليب النبوية بإذن الله يقبل. يعني إن لم يقبل لا تسمع بإذن الله، ولن تسمع ما يسوءك، أقلها شيء يقولك جزاك الله خير مشكور، هذا أسوأ احتمال، لن يتطاول عليك ولن يتجرع عليك ولن يسبك ويلعنك، نهاية الأمر عنده إنه يقولك جزاك الله خير بس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشجعا قضية النصيحة أنك تنصح غيرك، قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. مجرد دلالتك، دلالتك الخير لشخص معين، تقول أنا أنصحك تسوي كذي، أشرع لك تسوي كذي، وامتثل له كامل الأجر ولك أنت كامل الأجر. فلا تحرم غيرك من نصيحتك. حدثني أحد الطلاب مرة يقول لي: سمعت مدرس مرة في المرحلة الثانوية يعني ينصح طالب كان حالق شعره حلقة يعني فيها مخالفة شرعية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، إنه يحلق بعض الشعر ويخلي بعض الشعر. يقول أسمعه ينصحه، يقول سبحان الله صدق كل ما قعدت على كرسي الحلاق أتذكر كلام المدرس، كأنه 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 يخاطبني، وهي نصيحة غير مباشرة، ما وجه الكلام له. فأنت لا تحرم نفسك من أجر نصيحة الآخرين. أسأل الله عز وجل لنا ولكم صلاح الحال والبال والأهل والولد والخاطر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هذا الحد أقف، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال،
الحال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال.